عشرات الصيادين بتبسة ينظمون خرجات صيد أو كما يطلقون عليها بالحوشات من أجل صيد الخنازير البرية التي أصبحت تشكل خطراً على المواطنين. خرجات صيد تشرف عليها محافظة الغابات والدرك الوطني. وبعد طبقاً للقرار الولائي رقم 39 المؤرخ في 4 جون في 2022 المتضمن تنظيم حوشات صيد إدارية للحيوانات الضارة والضارة الخاصة بالخنزير البري على مستوى إقليم الولاية والتي تشمل 23 بلدية. شباب وشيوخ انخرطوا تحت فيدرالية الصيد بتبسة، فالحوشات بالنسبة لهم هواية وواجب للحفاظ على سلامة السكان بالتقليل من أعداد الخنازير البرية التي تشهد تكاثرا كبيرا وتتسبب في إتلاف المحاصيل الزراعية. الحوشة هذه في حد ذاتها، الحوشة في حد ذاتها هو معنى تحويش الحيوان، هو المطاردة، مطاردة الحيوان. فيه قسمين، فيه الصيادين اللي تموقعوا بالمراكز نتاعهم باش يستنوا الخنزير اللي راح يطردوه الحواشة ويتموقعوا في أماكن بنظام وباحترافية باش تنجح العملية هو في سلامة الجميع. المطاردين كذلك الصياد لازم أن يحتفظ بزميله المتموقع على اليمين والمتموقع على اليسار، وكذلك الحواشة، لأن الحواشة هما جايين وأنفاس، يعني لو يرفع البندقية نتاعو الفوق ويطلق الطلقة راح تعقب للحواش وراح تأذي الحواش. وهذه كلها توصيات نعطوها للصيادين باش ما يوقع حتى حادث في الحملة. المبادرة استحسنها سكان ولاية تبسة حيث أسهمت في التقليل من المخاطر التي تهدد حياتهم.